حبيبتي السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وألف خير إن شاء الله. دائما ضمن سلسلة عيد الأضحى أنا اليوم غادي ندير لكم الكرعين أو بوز اللوف. لهاد الوصفة غادي نحتاج، أنا هنا خديت الكرعين كما كتشوفوا تاع الفو باش يطيبوا لي دغيا، نظفتهم مزيان، حكيتهم، غسلتهم. عندي هنايا بصلة قطعتها اون لاميل كما كتشوفوا بهذه الطريقة، عندي طماطم نحيت لها القشرة تاعها، عندي شويه ديال السكر سنيده، عندي هنايا شويه تاع الزبيب لي غيزان سيك، عندي الثومه وعندي القزبر والمعدنوس اللي ربطته بهذه الطريقه. بالنسبه للتوابل البنات عندي القرفه عواد، عندي التحميره، عندي راس مغرفه تاع الفلفل الاسود، راس مغرفه تاع القرفه، سكنجبير، راس مغرفه تاع الكمون، وعندي الخرقوم عواد، عندي الملح، عندي زيت الزيتون، عندي الماء، وهنا الحمص. عندي انا البنات بالنسبه ليا كنكون ملي كنشريه كنجيبوه كنغسلوه كنشمخوه في الماء حتى كيتشمخ، كنديرو كنسلقوه، كندير معاه زوج وريقات تاع الرند، ما كنديرش فيه الملح نهائيا، كنسلقوه كنصفيه كنديرو في الساشي كنخليه تيبرد ونديرو في الثلاجه. لا ربما سبحان الله العظيم شي نهار نبغي ندير اي بلا فيها الحمص بحال الشوربه او اي حاجه، المهم نكون نسيت نقدر نجبدو على ديغنيغ مينيت نديرو. هذه هي المقادير ديالنا اليوم، فهي وصفه 100% مغربيه ان شاء الله، نتمنى تعجبكم وتجربوها البنات. خليكم معايا غادي نبداو على بركه الله. وهنا البنات غادي نبداو مباشره ان شاء الله، غادي نشد الكرعين ديالي غادي نبدا نستفهم كما كتشوفوا بهذه الطريقه. الكوكوط ديالي فوالا، كنستفهم مزيان البنات فوالا البنات، وكنزيد عليهم هاد الطماطم كنخليها هكا صحيحه ما كنقطعهاش، وكنزيد عليهم البصل ديالي. فهي وصفه سريعه التحضير بوغ لا بريباراسيون كنهضر البنات، ملي كنبداو نوجدو فيها سهله، اما بالنسبه للطياب فهي كتاخذ تقريبا ساعه. غادي ندير الربيع ديالي كما كتشوفوا القزبر والمعدنوس، غادي نزيد مباشره الثوم، غادي ندير العويدات ديال القرفه تاعي، عذروني البنات ما ذكرتش لكم الضامه ديال الزعفران حتى هي غادي نرميها مباشره كما كتشوفوا. فانا كما قلت لكم البنات اي وصفه كنديرها كنتقاسمها معكم، ومباشره غادي ندير التوابل ديالي كاملين كما كتشوفوا. غادي ندير القياس تاع الملح تاعي كذلك يسال، الملح كيبقى حسب الذوق. نكتفي بهذا القدر، وغادي ندير قص ربع كاس تاع زيت الزيتون كما كتشوفوا تقريبا، انا غنكتفي بهذا القدر. فهاد المومو البنات اللي ما عندهاش الحمص مشمخ ومغلي كما انا، يعني اللي عندها مشمخ عفوا، تقدر ديرو باش يطيب مع الكرعين، اما انا بالنسبه ليا فراهو طيب كما كتشوفوا البنات. انا غادي نخليه حتى تبقى لي 10 دقائق ونطفي على الكرعين ديالي باش نزيدوه هو والزبيب والسكر. دابا غادي نزيد الماء مباشره بسم الله كما كتشوفوا، وخصني ندير الماء القدر الكافي فاش يطيبوا لي البنات، تقريبا واحد لتر تاع الماء كما كتشوفوا. وثاني الماء كيبقى على حسب كميه الكرعين، اللي كاين اللي غادي يدير كثار، كاين اللي غادي يدير قل، كل واحد على حسب افراد العائله ديالو. صافي البنات غادي نسد عليهم وغادي نديرهم يطيبوا ونرجع معكم ان شاء الله. حبيباتي هنايا كما كتشوفوا انا سنيت عليها حتى طلعت فيها الغليه باش على هذيك الكشكوشه باش ما تفادش ليا. دابا عاد غادي نسد عليها مباشره كما كتشوفوا، ونبغي برك للتوضيح فقط البنات بان لي غيزان سيك او الزبيب فهو اختياري ماشي ضروري، انا كنبغي النكهه ديال سالي سكري. فوالا خليكم معايا البنات تنوريكم الطبق النهائي. وهنا يا حبيباتي كما كتشوفوا بقات ليا
10 دقائق باش نطفي على الكرعين ديالي لانهم طابوا كما كتشوفوا. انا كندخل الموس شفتوا ماما قالت لي 10 حتى 15 دقيقه. لاصوص كما كتشوفوا ها هو، هذيك الطماطم شفتوها دابت، فانا دابا مباشره غادي ننزل بالحمص تاعي. هنا وغادي ننزل كذلك بالزبيب تاعي. وغنزل بالسكر سنيده ديالي. هنايا درت غير ملعقه كبيره البنات، فهذا السكر كيعطي واحد التعليكه كتولي لاصوص معلكه بزاف كما كتشوفوا. صافي وغادي نسد على الكوكوط ديالي تيطيب ليا كلشي ونرجع معكم طبق التقديم ان شاء الله. وهذه البنات كتبقى انا طريقتي الخاصه، طريقتي انا في الطياب تاع الكرعين. حبيباتي هذا هو الطبق النهائي ديالنا، كيجي على هذا الشكل. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم حبيباتي، فهي وصفه جد سهله ولذيذه، لذيذه جدا. ونحب البنات نشكركم المشتركات الجداد اللي معنا في القناه، مرحبا و100 الف مرحبا. ولي اول مره غادي يشوفوا الفيديو ديالي نطلب منكم، فهذا رجاء ماشي امر، الا بغيتوا تنخرطوا في القناه ديالي بطبيعه الحال الا عجبتكم. ما تنساونيش حبيباتي من الدعم لي لايك، اشتراك في القناه ديالي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والى فيديو قادم حبيباتي ان شاء الله.